السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. التقرير بتاع النهاردة 2 مارس، وهو عن آخر أخبار فيروس كورونا الجديد اللي اسم المرض بتاعه COVID-19 ليوم 2 مارس 2020 حسب آخر حاجة جاتني. وأنوه هنا إن مصادري اللي بعتمد عليها الأساسية هي موقع WHO منظمة الصحة العالمية، والموقع العالمي اللي اسمه World Metrics، وموقع CDC الأمريكي. دول المصادر اللي بتجيلي منهم الأخبار، بالإضافة طبعا من مصادر متنوعة، لكن هم دول المصادر الموثوقة الأساسية اللي الواحد دايما بيرجع لهم. فإيه آخر الأخبار النهاردة؟ آخر الأخبار النهاردة يعني في الدول العربية، نبتدي بالدول العربية. طبعا في جدل كالعادة، وفي استخفاف بالأزمة في ما بين الدول العربية وبعضها، واستغلال يعني الحالة لأسباب أو لمصالح سياسية، وياريتها في النهاية تكون مفيدة لحد، وإنما هو نوع من الاستهتار والغباء السياسي. يعني للأسف نقول كده، يعني دولة زي قطر أعلنت أن ممنوع دخول المصريين لقطر. طب ليه بقول غباء سياسي؟ يعني لأن مصر حتى لو افترضنا أن فيها حالات، هل هي الحالات في مصر أكتر من ألمانيا وأكتر من فرنسا؟ يعني مش ممكن. لو فيها حالات زي فرنسا وألمانيا كان أكيد أكيد يعني اتعرفت، مهما كانت الحكومة بتتستر. يعني لو افترضنا أن الحكومة بتتستر، الحكومة المصرية، فتلاقي قطر منعت وصول المصريين إلى قطر، دخول المصريين قطر، وفي نفس الوقت مستمرة الرحلات من فرنسا والرحلات من ألمانيا مستمرة، وفي نفس الوقت الرحلات من ألمانيا ومن فرنسا وإيطاليا مستمرة، وهم دولتين يعني فيهم هيصة كتير قوي عن الموضوع ده، عن انتشار الفيروس. وفي نفس الوقت مصر طبعا بتنكر ان في حاجة جديدة، لكن اللي ملفت للنظر ان مش بس قطر عملت كده، وانما برضو الكويت نفس الموضوع. بس يعني المهم، المشكلة الحقيقية هي في تقرير وزير الصحة الفرنسي لما قال في حوالي 6 حالات عندهم اصابات جايين من مصر، سياح راجعين من مصر عندهم إصابات، وبرضو كندا أعلن قالت إن في حالة جاية من مصر. هو الكلام ده ممكن يكون ليه تفسير طبعا. بالنسبة لنا إن التفسير هو إن ممكن تكون في مصر حالات من الحالات اللي بتصاب بالفيروس ولا تظهر عليها أعراض، وبالتالي ما فيش حد يقدر يعرفه. ولو افتكرنا الحالة الأولى اللي ظهرت في مصر كانت عن طريق واحدة صينية زارت مصر، أو واحد زار مصر ورجع الصين، لما رجع الصين لقوه إيجابي. طبعا أثناء وجوده في مصر احتك بناس، واحتمال يكون نقل العدوى لناس، وفعلا مصر تطبعت الناس اللي هم محيطين بيه وحطتهم في الحجر الصحي، وما فيش حد منهم طلع مصاب. الحالة دي كانت في مصر اللي هي راحت الصين، ولما راحت الصين اكتشفوها. ده يدل على إيه؟ على إن الحالة ما كانش عندها أعراض، لأن الحالة لو عندها أعراض عمال يكح ومسخن مش ممكن، كان لازم هتتمسك في المطار وكان يمنع طلوع الطيارة. طب فده دليل، ده دليل فعلا على إن ممكن في حالات بتكون مصابة بالفيروس ما يظهرش عليها الأعراض، وممكن تنقل العدوى الآخرين. هو ده تقريبا اللي حصل في مصر. المهم النهاردة مصر بس يعني إيه، من باب جبران الخطر أعلنوا إصابة، اكتشاف إصابة أخرى، وتبقى دي الإصابة الثانية. يعني أنا ما أقدرش أجزم مين الصح ومين الغلط، أو مين اللي بيتكلم صدق ومين اللي بينشر كذب، لكن أنا مش متوقع أن مصر يكون فيها حالات كتيرة زي ما إيه ما أختنا الفاضلة الصغيرة القطر يعني معتقدة، أو الكويت يعني. فده كده بخصوص الدول العربية. وطبعا قطر فيها أكتر من 3 حالات تقريبا دلوقتي،
وبعدين عندك إيران. إيران هي من البؤر الساخنة جدا بالنسبة لانتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط، وعلى مستوى العالم ما زالت كوريا الجنوبية وما زالت إيطاليا من البؤر الساخنة. كوريا الجنوبية في آسيا وإيطاليا في أوروبا من البؤر الساخنة بالنسبة للفيروس وانتشاره، لكن الصين بدأت الأمور فيها تهدى، عدد الحالات بدأ يقل، بدأت الصين عدد الحالات الجديدة فيها أقل من كوريا الجنوبية وأقل من إيران وأقل من إيطاليا. خلينا نشوف الجداول بالأرقام ونتتبع تطور انتشار فيروس كورونا الجديد خلال يوم 2 مارس. نيجي نشوف الدول الأكثر إصابة بالفيروس بفيروس كورونا الجديد أو كوفيد-19. هنلاقي الأرقام الجدول تقريبا ما تغيرش كتير. الصين 1، كوريا 2، إيطالي، إيران دايموند برينسز، اليابان، فرانس، جيرماني، سنغافورة، هونغ كونغ. ديت الدول العشر أكثر إصابة. بس الملفت هنا، حاجتين. الحاجة الأولى إن طبعا البلاد اللي هي ما زالت كوريا وإيطاليا وإيران هي أكثر الدول من ناحية حديثا خلال الأسبوع اللي فات حوالي السبعة أيام تقريبا، هي أكثر الدول عدد إصابات جديدة. يعني كوريا الجنوبية 568 إصابة جديدة، إيطاليا 566، إيران 385. يعني كل دولة من دول فيها عدد إصابات أكتر من الصين. عدد الإصابات اليومية في كل دولة من الثلاثة دول أكتر من عدد الإصابات اليومية اللي في الصين، فيعني تجاوزوا الصين. دي أول ملحوظة. تاني ملحوظة هي حكاية إيران. إيران نسبة الوفيات فيها عالية جدا، يشوفوا قد إيه. يعني إيران فيها 978 حالة، 978 حالة، نسبة الوفيات فيها 54، يعني نسبة عالية. 54 حالة تعتبر نسبة كم؟ 5.4 تقريبا. تقريبا 5.4، مش 18%، 5.4. إيطاليا النسبة معقولة حوالين 2%. كوريا الجنوبية أقل من 1%. يبقى احنا هنا عندنا بالنسبة لي دي غلط. ديت ايران نسبة برضو عالية، 5.2%، تعتبر نسبة عالية نسبة الوفيات. ما زالت نسبة الوفيات على مستوى العالم حسب تقرير منظمة الصحة العالمية حدود 2%. ده تقرير سابق، لكن طبعا لسه التقرير النهائي هيحصل لما يتم حصر الحالات والتحكم واحتواء الفيروس في هذه. يعني نتوقع بعد شهر من الآن نقدر نحصل على إحصائيات دقيقة عن الفيتاليتي بتاعت هذا الفيروس. خلينا نشوف حاجة تانية بقى، تابعوا معي. بالنسبة لإجمالي الحالات المصابة النهاردة، الدول المصابة 67 دولة، امبارح كان 64 دولة، يعني النهاردة 67 دولة ظهر فيهم الفيروس. عدد الإصابات الإجمالي 88,584 إصابة. امبارح كان العدد زي ما انتم شايفين على اليمين كان 87,674، النهارده 88,584، يعني في حدود 1000 حالة، 1000 حالة زيادة، يعني من 900 ل 1000 حالة زيادة. احسبوا انتوا بقى، يعني دي زيادة. أما عدد الوفيات فامبارح كانت 2994، النهارده زادوا بقوا 3044، حوالي كام؟ حوالي 50 حالة زيادة أو أكتر من 50 حالة وفاة زيادة. ربنا يسترها علينا وعليكم وعلى كافة البشر، ويقدرنا جميعا على أن احنا نقاوم هذا الفيروس ونتخلص منه زي ما تخلصنا من السارس وغيره كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.